تشايا. يا تشايا افتح الباب يلا، أنا جوزك حبيبك دمراج. افتح الباب لو سمحتي. يا تشايا من فضلك ما تحكميش عليا من كلام أخوكي. سيبك منه، ما تسمعيلوش. أنت سمعاني؟ أنا عارف إنك بتتصرفي بالشكل ده علشان في حد بيملى دماغك بكلام كتير أوي عني. والحد ده يبقى أخوكي ما فيش غيره، هو حاطط عينه على فلوسك. تشايا أرجوكي ما تسمعيش كلامه خالص، ده مش عايز أي حاجة منك غير مصلحته هو. بصي، هو هيقول حاجات مش حقيقية عني، أنت ما تتضايقيش وما تسمعيش أي كلمة يقولها. بصي، هو هيحاول يقرب منك بأي طريقة، بس أنت ما تصدقيش كل الكلام ده. عاوزك تكوني هادية جدا، وقريب قوي هتعرفيه على حقيقته يا تشايا. خد بالك، أخوها كان بيقول لها إنها كمان لازم تبيع الشقة. تشايا يا تشايا، أقدر أقولك دلوقتي بكل ثقة ومن غير أي تردد، أخوكي طمعان فيكي. لا لا لا، عينه على شقتك وبيعمل معاكي كل ده علشان الفلوس، وعلشان هو عارف إن أكيد مش هوافق على كل تصرفاته أو أي حاجة بيقولها لك. أرجوك سيبك منه يا تشايا، ولو أنت عايزة مني فلوسك فما فيش دلوقتي أي خوف، لأن اديتها للشرطة بنفسي ومش ناقص منها ولا روبية واحدة. واسمعيني دلوقتي كويس بقى، فلوسك كلها هتجيلك كاملة ولحد باب بيتك هنا من غير أي قلق عن طريق الشرطة. أرجوك افتح الباب بقى يا تشايا. انت في ايه مالك؟ خليني افتح الباب. اوعى. لا يا تشايا، اكيد لا طبعا، انا مش عايزك تضعفي تاني بعد ما بقيتي قوية. ما تهتميش باللي بيقوله وافتكري كل اللي عمله وازاي كان بيأذيكي وبيجرحك. صدقيني يا تشايا، ما تنسيش ان لسه جوزك ولسه عايش. لا 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 لا، افتحي علشان ابننا الغالي. لا لا يا تشايا، لو انت ما فتحتش ليا الباب دلوقتي هيحصل لي زي ما حصل لابني سيد، هسيبك ومفيش قدامي غير الموت. خليه يسيبك احسن. اوعى كده. استني بس، اسمعيني. ايه؟ اسمعيني يا تشايا. يا تشايا حبيبتي، مراتي، حياتي، وحشاني وحشاني، سامحيني سامحيني يا تشايا. لا ما تعملش كده، سامحيني. انا سعيد جدا اني شفتك، مش عارف اقولك ايه على اللي حصل لي. انا حقيقي كنت في محنه كبيره قوي، انا سبتك من هنا وكل حاجه بقى سابتني بعد كده. رحت أغير جو، وكنت فاكر إني هرتاح وعقلي هيبطل تفكير وهكون فرحان، وما حصلش، لأن في واحد هجم عليا وخطفني أول ما وصلت.